على كل حال من اخبار النادي الاهلي خلينا نروح لجريده اليوم السابع. مراسلتنا العزيزه نورهان طمان هنعرف منها اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع زي ما احنا متعودين مع حضراتكم. نورهان صباح الخير، بنرحب عليك، بنرحب بيكي انا وكريم وكل دلوقتي الساده المشاهدين، اتفضلي. يا صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، وصباح الخير على محبي الشتاء. احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية. يمكن أول خبر معانا من جريدة الشروق، كيروش يبدأ في إجراء تغييرات على خطة المنتخب أمام ليبيا. يمكن طبعا احنا منتخبنا الوطني بيخوض مرانه الاول والاخير في ليبيا قبل خوض المباراه الثانيه امام المنتخب الليبي، بعد طبعا المواجهه الاولى اللي يعني تغلب فيها الفراعنه بهدف النجم المصري الصاعد بقوه عمر مرموش في المباراه اللي اقيمت على استاد برج العرب. كيروش يعني يمكن في شروق ذكرت في تقريرها قالت انه هيجري تعديلات على خطه المباراه الماضيه باشراك طارق حامد بدلا من عبد الله السعيد في خط الوسط، كمان بيدرس اشراك ايمن اشرف بدل من احمد فتوح في الجبهه اليسرى. كمان خلينا نفكركم ان منتخب مصر متصدر مجموعته بسبع نقاط ويليه المنتخب الليبي بست نقاط. ومن جريدة الشرق الاوسط، شباب اسبانيا يصطدمون بخبرة فرنسا في نهائي دوري الامم اليوم. يشهد ملعب سان سيرو اليوم في مدينة ميلانو الإيطالية مواجهة مثيرة في التاسعة إلا ربع مساء بين فرنسا وأسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية. كمان خلينا نقول لكم أنه الماتادور الأسباني نجح في الوصول للنهائي على حساب إيطاليا بهدفين مقابل هدف، أما فرنسا فأدت مباراة عظيمة جدا وعملت ريمونتادا كبيرة جدا أمام منتخب بلجيكا وخلت تأخرها بهدفين لفوز بثلاث أهداف مقابل هدفين. اما بقى اخر اخبارنا والبالون دور، ويعني الحديث عن البالون دور لا يتوقف خصوصا بعد ترشيح نجمنا المصري محمد صلاح للقب. من جريده الرياضيه، بنزيما الذهبيه حلم طفولتي. يمكن جريدة الرياضية السعودية نقلت تصريحات النجم كريم بنزيما، النجم الفرنسي كريم بنزيما ومهاجم ريال مدريد، وقال فيها انه يعني يمكن صرح لجريدة اس الاسبانية اللي نقلتها جريدة الرياضية السعودية، قال انه الكرة الذهبية حلم لي منذ الطفولة، وانه بيسعى منذ يعني يمكن طفولته ان هو يحصل على هذا اللقب. كمان اتكلم على النجم كيلان مبابي وقال انه هو سعيد باللعب جواره في منتخب فرنسا، وقال انه كمان يعني متاكد انه منتخب فرنسا هيحرز لقب نهائي دوري الامم الاوروبيه. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من مقر جريده اليوم السابع، شكرا ليهم جدا وعوده الى الاستوديو. اشكرك جدا على هذه التغطيه الاخباريه نورهان، نشكر مره ثانيه زميلتنا العزيزه روزان نصر، شكرا لكم.